مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جايه لكم النهارده من برنامج مطبخ على الهوا مع الشيف اسماء. وحشتوني قوي من الحلقه اللي فاتت. جايه النهارده زي ما اتفقنا مع بعض هنعمل كل حاجه بناكلها بره مكلفه وغاليه، احنا هنعملها في البيت باقل تكلفه ومنتهى السهوله، وان شاء الله كل المقادير متاحه عندك في البيت. والنهارده جايبه لك بلبي طلباتكم زي ما حضراتكم طلبتوا. حبيبه قلبي هلا اللي طلبت رز بلبن هعمله لها، الطفله الصغيره، وفي حد طلب مني ورقه اللحمه هنعملها النهارده بمنتهى السهوله، وهنعمل كمان كفته داوود باشا. ان شاء الله تكون حلقه خفيفه كده وسهله، ونسمي الرحمن ونقول المقادير على طول مع بعض. معايا لورقه اللحمه معايا لحمه مقطعاها قطع مش كبيره قوي عشان تلحق تستوي معايا، لان انا هديها صدمه بس وهدخلها الورقه كلها مع بعض في الفرن. معايا البطاطس بتاعتي الكميه اللي انت عايزاها متقطعه كده مكعبات، ومعايا فلفل رومي وفلفل حامي، ومعايا الطماطم بتاعتي. بس ده كل اللي محتاجاه لورقه اللحمه بتاعتي. هسمي الرحمن وهبتدي على طول ونشتغل مع بعض. هسخن طاسة او صينية او اي حاجة تسخن قوي عشان هدي اللحمة صدمة، وبعد كده هتبل الحاجة بتاعتي مع بعضها وادخلها الفرن على طول. من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها وما بتاخدش وقت ولا مجهود وما بتقعدش كمان وقت طويل في الفرن معاكي هي ورقة اللحمة. تقعد بالظبط 30-35 دقيقة او حسب قطعية اللحمة اللي انت قطعاها، بس هي ما بتاخدش اي وقت خالص، وكمان سهلة وخفيفة جدا وتنفع دايت. الاستاذ حسام اللي اتصل وقال لي نعمل اكلات دايت، بحاول البي طلباتكم على قد ما اقدر وبمنتهى السهولة وبأقل تكلفة. اول حاجة هعملها هاخد اللحمة انزل بيها صدمة، ومش هحط عليها غير شوية ملح وشوية فلفل بس، ومش هعمل اكتر من كده. بس لازم تكون عندي الطاسة بتاعتي طبعا سخنة جدا. هاي كده كويس، الزبدة بتاعتي ساحت. اسمي الرحمن وانزل بيها. الصدمة دي عشان اللحمة طبعا زي ما اتفقنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى جوسي. كده حطيت اللحمة بتاعتي، مش هاجي جنبها الا لما تاخد وش كده من تحت، وبعدين هقلبها على الوش التاني. هرش عليها شوية فلفل كده صغيرين مش كتير، لان انا لسه هبهر الخضار بتاعي. وهي شغالة كده على النار، مش هقف لا، هنشتغل على طول. هعمل ايه؟ هنزل بالخضار بتاعي. اسمي الرحمن. البطاطس حسب اسرتك بتحب البطاطس كتير او قليلة، ممكن تحطي كوسة، بتنجان، رومي، كل الحاجات دي ممكن تشتغلي بيها. نزلت بالبطاطس، هنزل بالفلفل، ده فلفل رومي وعليه قرن حراق، وكمان بالطماطم. وهاخد حبة بصل مبشورين بس صغيرين خالص كده مش كتير، وده طبعا حسب الذوق والرغبة. هنزل عليها بالبهارات السهلة جدا والخفيفة جدا. معايا فلفل اسود ومعايا ملح، وهو يبقى ده التتبيلة بتاعتي او الحياء بتاع الورقة كلها. شوية كزبرة ناشفة بتدي تيست عالي او في الطعم. شوية بهارات لحمة، شوية بابريكا،
وشوية ثوم باودر، وهبتدي ان انا هقلب المكونات دي كلها مع بعض، واروح اشوف اللحمة اقلبها على الوش التاني عشان تبقى كده جاهزة معايا ان انا ادخلها. ممكن في وقت واحد بتشتغلي كذا حاجة وبتعملي كذا حاجة ويطلع كذا طبق. عندك كيلو لحمة، احنا هنعمل نصه مفروم ونصه صحيح، ويبقى كده عملنا صنفين اكل من نفس الكيلو اللي انت كنت هتشتغلي بيه، بس بدعتي او غيرتي في الطعم وفي الحاجة اللي انت هتقدميها، وفي نفس الوقت دخلتي لولادك او ليكي او لعيلتك الخضار اللي احنا اتكلمنا ان هو مهم جدا 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 ان انت تدخلي الخضار في كل حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو نية، كل حاجة نية، ورقة اللحمة بتخش نية، مش هحط اي مادة دهنية تانية، هكتفي باللي انا شوحت فيه اللحمة، وفي نفس الوقت هتبقى واخدة من طعم اللحمة كده، فهتدي تيست عالي اوي في الطعم. خلاص كده هبتدي اجهز معايا الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن. زي ما اتفقت معاكي المرة اللي فاتت قلتلك ان في الومنيوم صحي، في الومنيوم صحي والومنيوم لأ، بالظبط كده. انا النهاردة هشتغل برضو بورق الالومنيوم، بس هحط ورقة الزبدة جوه، هحط ورقة زبدة جوه الورق الفويل بتاعي. معانا اتصال استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اعرف طريقه عمل الكنافه بالمهلبيه؟ عينيا، حاضر اقول لك. احلى صينيه كنافه بالمهلبيه، وسريعه جدا وسهله جدا. شرفتني باتصالك استاذ محمد. قطع ورق فويل كده، واحده بالطول واحدة بالعرض، عشان اقفل الصينية بتاعتي حلو جدا، ما يخشهاش اي هواء، وتحتفظ بالبخار اللي طالع. البخار اللي طالع هو اللي هيكمل تسوية اللحمة بتاعتي، وهيكمل في نفس الوقت تسوية الخضار. بنسمع ورقة لحمة، بنفتكر ان هي حاجة جامدة او بتاخد وقت ولا مجهود او غلبة، لا، هي بمنتهى السهولة، وبتدخل الخضار اللي حضرتك عايزاه كله، زي ما قلت لك جزر، كوسه، بسله، سبانخ، بروكلي، كل ده ممكن تدخليه في ورقه اللحمه بتاعتك. اتاكد كده ان هي اتشوحت من جميع النواحي. معانا استاذه ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. منورتك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب، انت منوراني باتصالك. انا بساعد حاجات كتير قوي والله، حاجاتك كلها حلوه تسلمي جدا. ربنا يخليك يا رب، انت الاحسن، منورتيني باتصالك جدا. تسلم يا رب يخليك. انا عايزه اعرف طريقه حاجتين بصراحه. اغمريني اللي انت عايزاه. عايزه اعرف طريقه عمل كباب الحله. ايوه. وبصي انا لما بعمل البسبوسه دايما ما بتطلعش مني مظبوطه، بتطلع ناشفه او بتطلع ما فيهاش حاجه مظبوطه، ما اعرفش ايه هي. هقول لك انا ليه. ايه تاني حضرتك عايزاه؟ هكلمك على البسبوسه حالا دلوقتي، وانا اتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت واللي قبلها، وهتكلم لغايه ما تتعلمي تعملوا بسبوسه حلوه وناجحه وسهله وسريعه في نفس الوقت. هقولك يا ندى ايه اللي بيطلع معاكي البسبوسه ناشفه، ان انت بتعجني فيها كتير. انا عملتها وقلتلك باقل تكلفه هنعملها، قلتلك هندخل اللبن بدل الزبادي او بدل اللبن الرايب، وهديكي مقادير ناجحه جدا جدا وسهله جدا جدا، تقدري تعمليها بمنتهى السهوله. يلا يا ندى، وانا شغاله كده عمل اللحمه بتاعتي تاخد وش. اكتبي معايا مقادير البسبوسه: 600 جرام دقيق سميد، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن،
لبن عادي خالي الدسم او كامل الدسم حسب اختيارك، واللبن ده بتدوبيلي فيه معلقه عسل، عسل ابيض. المكونات دي كلها بننزل بيها على بعض مع نص معلقه بيكنج باودر او معلقه كبيره ممسوحه عشان ما تبقاش هايشه زياده عن اللزوم. بتخلطي المقادير دي مع بعض، انا بقول تخلطيها مش تعجنيها، يعني بالظبط هي دقيقه او اقل من دقيقه الحاجات تتجانس مع بعض كده، واحطها في صينيه. اهم حاجه ان الصينيه بتاعتك تكون مدهونه معلقه سمنه وعليها معلقه طحينه عشان تطلع من تحت مقرمشه واخده وش جميل. بس يا ندى، وبتدخلي البسبوسه الثلاجه الفرن، انا اسفه، بتدخليها الفرن على درجه حراره 120. معانا اتصال استاذ محمد. الو استاذ محمد، الو استاذ محمد، حاول تكلمنا تاني. خلاص يا استاذه ندى، بتدخليها الفرن، اول ما تحس ان الحروف احمرت بتولعي لها الشوايه دقيقه او دقيقتين بالظبط، وبتطلعيها وتنزلي عليها بالسيرب سخن وهي سخنه. ده من اسرار نجاح المكونات اللي احنا عملناها مع بعض. نزلنا الرحمن وهنزل بيها في الورقه بتاعتي. اهي نزلنا بكل المكونات بتاعتي، اهي اللي انا عملتها مع بعض. وزي ما قلتلك بتحطي اللي انت عايزاه كمان جوه الورقه ده من خضار. يلا دخلي لولادك كل الخضار اللي ينفعهم. معايا اللحمه اهي خدت الصدمه، وزي ما احنا شايفين ما نزلتش الميه بتاعتها ولا اي حاجه عشان خدت الصدمه بتاعتها، فمحتفظه بالعصاره جواها. هسمي الرحمن وهنزل باللحمه بتاعتي دي على الخضار الجميل ده والريحة الحلوة دي كده، وهقلبهم مع بعض تقليبة واحدة، واقفل الورقة بتاعتي كويس قوي عشان تستوي، ومش هحط مية ولا اي حاجة، هكتفي بالمية اللي هتنزل من الخضار بتاعي هي اللي هتسوي لي الدنيا. ما حطيتيش ثوم ليه؟ لان انا حاطة ثوم بودر، ولو انت عايزه تحطي ده برضو حسب الذوق والرغبه، بس انا بعملها كده على طول وبتطلع جميله. خلاص ابتدي كده ندخل اللحمه وسط الخضار بتاعي، وهي الصدمه اللي خدتها اللحمه دي بتساعد على السوى السريع. اهو زي ما انت شايفه بقفل الاول ورقه الزبده كويس قوي، مفيش اي حاجه باينه كده، وابتدي ان انا اقفل كمان عليها كويس قوي بالفويل بتاعي. معانا اتصال استاذه ندى. الو الو، انا ازيك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك يا استاذه ندى؟ والله انا بحبك قوي، ربنا يخليكي، وانا سعيده جدا باتصالك. ممكن اعرف طريقه الكيك لما باجي اعمله بيبقى أوسع؟ طريقة الكيك لما بتعمليه بيهبط منك؟ هقولك حالا يا استاذة ندى تعملي ايه. زي ما احنا شايفين، شرفتيني باتصالك يا استاذة ندى، وهجاوب حضرتك من عينيا. حاضر. زي ما انت شايفين قفلت الورقة كويس قوي عشان ما يخرجش البخار منها، لان البخار ده اللي هيسوي الخضار. ودي برضو يا جماعة اكلة دايت جدا جدا، في نفس الوقت كل حاجة شاربة من بعضها. هدخلها تحت شوية وبعد كده هرفعها فوق كده بمنتهى السهولة. خلصت معانا خلاص ورقة اللحمة، ما خدتش مني وقت ولا مجهود خالص خالص، وهشتغل على طول في الرز بلبن اللي طلبته مني الطفلة الجميلة هلا. اسمي الرحمن واحط حلة كده على النار
عندي هنا اللبن بتاعي، هسمي الله بسم الله، هنزل باللبن ده، معايا كيلو لبن، انا بحب اشتغل بيه لبن مش المعلب، لا بحب اللبن اللي هو التاني كامل الدسم. معانا اتصال، استاذه هنا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ منوراني. وانت منوراني. ازيك؟ الحمد لله في نعمه. ازاي حضرتك؟ كويس الحمد لله. انا مشرفه باتصالك. ربنا يخليكي، انا اللي اتشرفت باتصالك جدا جدا ونورتيني. ايوه، عايزه اعرف اسمك. عايزه تعرفي ايه يا هنا؟ اسمي اسماء. ازيك اسماء؟ اهلا وسهلا. ايوه، عايزه وصفه البسكويت، بسكويت الشاي. بسكويت الشاي؟ اه. حاضر، من عينيا الاتنين يا استاذه هنا. يلا مع السلامه. ربنا يخليكي، شرفتيني جدا باتصالك. مع السلامه. مع الف سلامه حبيبتي. هجاوب حضرتك. حاضر، معايا هنا الرز بلبن، هقول المقادير بتاعته. معايا كيلو اللبن عليه نص كوباية رز او كوباية لربع رز مصري عادي خالص، اديته كوباية مية وسبته لما شربها، هو كده مش مستوي، هو تلات اربع سوا وهيكمل السوا بتاعه في اللبن بتاعي. ومعايا من اسرار الكريم، من اسرار الرز بلبن، الكريم شانتي. معايا هنا كيس كريم شانتي او تلات معالق كبار. معايا فانيليا، ومعايا النشا لو احتاج، ومعايا السكر والتحلية طبعا بتاعتك حسب الرغبة. عشان ما نقفش اللبن بتاعنا. معانا اتصال، استاذة ندى من القاهرة. الو. الو. الو استاذة ندى. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الو، معاكي يا ندى. عاملة ايه؟ ممكن اعرف طريقه ال... الو، مع حضرتك يا استاذه ندى، اموريني. ممكن اعرف طريقه المكرونه البشاميل؟ المكرونه البشاميل، حاضر، من عينيا الاثنين هقول لحضرتك عليها. المكرونه البشاميل اللي بنتسال عليها كل حلقه وهنجاوب عليها. معانا اتصال، استاذه علياء. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذة علياء. عاملة إيه؟ أموريني. بقول لك كنت عايزة طريقة التورتة. طريقة إيه؟ تورتة. التورتة؟ آه. حاضر، هقول لك حالا دلوقتي على مقادير ناجحة جدا وسهلة جدا جدا معايا، تعملي بيها أحلى تورتة لحبايبك. معانا اتصال، استاذه اميره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ اسماء؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، بحب حضرتك قوي. ربنا يعزك يا رب، وانا اتشرفت باتصالك قوي قوي. ربنا يخليكي يا شيخ اسماء، وبعمل كل اكلات وكنت علمت منك حاجات كتير قوي. ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. اموريني. ممكن حضرتك بس تقولي لي صوص الشوكولاته؟ صوص الشوكولاته. طيب حاضر، اقول لك صوص الشوكولاته سهله قوي دلوقتي حالا، اكتبي ورايا كده. انا هقول لك على صوص الشوكولاته سهل جدا جدا، تقدري ان انت تستخدميه بسرعه قوي. هتجيبي كده طاسه او كسرونه، تحطي فيها معلقه زبده او نص معلقه زبده بالظبط، وتنزلي بكاكاو ولبن. كاكاو ولبن، اقول لك قد ايه؟ يعني كوبايه اللبن عليها معلقه كاكاو، وبتدوبيهم مع بعض، وبتنزلي بيهم على معلقه الزبده دي، او لو مش عايزه زبده تشتغلي كمان بزيت، الاثنين بيدوا نفس لمعه. معانا اتصال، استاذه امنيه. سمعت، عايزه طريقه الكيكه الاسفنجيه. من عينيا، حاضر هقول لك عليها حالا. هكمل لحضرتك صوص الشوكولاته. شكرا يا استاذه امنيه، اتشرفت باتصالك. صوص الشوكولاته سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي حاجه. لبن،
كاكاو وسكر وزيت او سمنه. اتصال استاذه هدى. الو 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 مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا استاذه هدى. شيف اسماء. ايوه مع حضرتك اموريني. عايزه اعرف الكيكه الصفراء اللي هي السنجن هي دي. انا بعرف اعمل الشوكولاته كويس لكن دي ما بعرفش اعملها خالص. طبعا هقولك على طريقتين والطريقتين هيطلعوا ان شاء الله ناجحين معاكي. بس انت بالنسبه لو ما بتقدريش تفصلي الصفار عن البياض فانا هقولك مقادير في منتهى السهوله وهتطلعها معاكي هشه وجميله جدا. بصي يعني انا لو عندي سبع بيضات هضربهم اهو من غير ما يتفصلوا خالص عشان الموضوع يبقى سهل عليكي. السبع بيضات دول هحط عليهم كوبايه سكر وكوبايه دقيق وبالظبط كده يعني نص معلقة بيكنج باودر ماشي ومعلقة خل عشان تطلع طرية معاكي. طبعا الكيكة الاسفنجية ما بتحطلهاش اي مادة دهنية. اهم حاجة ان احنا بنضرب البيض مع السكر فترة ما تقلش عن 12 دقيقة 15 دقيقة لحد ما تاخد الفوم العالي بتاعها. وبعد كده بنزل بالدقيق واحدة واحدة عليها واقلب كده من تحت لفوق وادخلها في الصينية. الدقيق يكون منخول كويس ده من نجاح الكيكة ومن نجاح اي حاجة معجنات انت بتعمليها ان الدقيق يتضرب كويس جدا. هتطلع معاكي بتدخليها الفرن بالظبط 25 دقيقة وبتعملي لها اختبار بالخلة بشوكة بسكينة كده وان شاء الله تطلع ناجحة معاكي. اهم حاجة انت ما تزينهاش في نفس اليوم بتسيبيها في التلاجة وبعد كده بتقطعيها وتسقيها اي سيرب عندك اي عسل بتاع كومبوت هقولك معلقة عسل تدوبيها في مية سفن اي حاجة عندك تسقيها عشان تطلع طرية. اتصال استاذة علياء. الو 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 اهلا وسهلا. اهلا بيك. اموريني يا استاذ علياء. كنت عايزه طريقه التورته. طريقه ايه؟ طريقه التورته. التورته لسه قايلها حالا وهقولها لك تاني وهعملها لك على الهوا من عين الاتنين. اموروني. لسه اللبن بتاعي مسخنش او مغليش زي ما انا عايزة فهشتغل في كفتة داود باشا عشان ما ناخدش وقت مع بعض. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة بنزل عليها بصلاية مبشورة وعصرها كويس من المية بتاعتها وبنزل هنا بمعلقة بقسماط. ما عندكيش بقسماط ممكن تنزلي بدقيق. معنا اتصال ام حنين. الو الو اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك يا رب. اموريني. كنت عايزه اعرف طريقه السمان. حاضر انا هقولك على السمان وهي بالظبط بنتعامل معاه زي الحمام بالظبط بس هو بياخد وقت اقل في التسويه. نزلت هنا وام حنين بتكلمني اتشرفت باتصالك. نزلت هنا بالبصلاية عصرها كويس ونزلت بمعلقة البقسماط دي عشان تشرب اي عصارة نازلة من اللحمة وما تفكش مننا. كمان هحط لها نص معلقة بيكنج باودر عشان تبقى طالعة كده هشة وجميلة معايا. وهبتدي احيقها حياء عادي خالص مش هكتر في التوابل عشان يبقى طعم اللحمة كده مظبوط معايا. معايا هنا فلفل اسود ومعايا بهارات لحمة ومعايا شوية الملح ودول اللي انا هشتغل بيهم. وخلاص كده خلصت معايا كفتة داود باشا. اقول تاني نص كيلو لحمة بصلاية مبشورة ومعصورة من المية بتاعتها ومعلقة بقسماط. ما عنديش بقسماط. معلقة دقيق. ما عنديش دقيق. شوية رز اضربهم في الكبة واحطهم. اي حاجة من الحاجات دي هتشرب اي عصارة نازلة من اللحمة وتساعد ان هي ما تفكش. ونص معلقة بيكنج باودر وهبتدي ان انا اعجنها كويس قوي
اهم حاجه فيها هو العجن ده، مش هنرجعها الكبه تاني، لا هندعكها كويس كده بايدينا. البصلايه مبشوره مش معموله في الكبه اهي، من اسهل الحاجات كفته داوود باشا، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص معايا. اتاكد ان كل حاجه كده دخلت مع بعضها. لو انا حاسه ان لون اللحمه بتاعي فاتح ممكن اخد شويه بابريكا اللي هو الفلفل الحلو بتاعنا، وهعجنها شويه وهوريكي هنصبحها ازاي او هنكورها ازاي مع بعض وهنعملها ازاي مع بعض بمنتهى السهوله. الكل بيقول كفته داوود باشا دي حاجه متعبه، لا دي من اسهل الحاجات. وزي ما قلت لك كيلو لحمه عمل لي صنفين، وصنفين محترمين يشرفوا على سفرتك ويشرفوكي قدام اولادك قبل ضيوفك. خلاص كده انا عجنتها كويس، او كل المكونات اتجنست مع بعضها كويس. اهو هسيبها تريح دقيقة واحدة بس او دقيقتين عشان ما تفكش مني. واشوف اللبن بتاعي انا جات لي طلبات كتير قوي على التورته النهارده، فانا هنزل المقادير بتاعتها على صفحه البرنامج، وان شاء الله الحلقه الجايه هنعمل احلى تورتايه مع بعض. هقول المقادير وهتنزل على الصفحه معانا. عندي 7 بيضات، وعندي كوبايه سكر، وكوبايه دقيق، ومعلقه خل، ونص معلقه بيكنج باودر، وعندي الفانيليا بتاعتي. بس ادي كل المقادير، مفيش ماده دهنيه، مفيش اي حاجه. لو احتاجت وهوريك ازاي على الهوا، لو احتاجت وحسيت ان القوام قافل وتقيل هقدر ان انا احط لها 3 معالق ميه ما يعادل ربع كوبايه. معانا اتصال استاذ محمد من اسكندريه، اهلا وسهلا. السلام. الو، عايزه طريقه التورته. طريقه التورته؟ اه حاضر، انا كنت بقولها وهقولها تاني، وعشان خاطرك هعملها لك الحلقه الجايه على الهوا. عينيا حاضر. نقول تاني مقادير التورته: 7 بيضات، وكوبايه سكر، كوبايه دقيق اللي هي 125 جرام او 100 جرام بالظبط، وفانيليا، ومعلقه خل عشان تخلي الموضوع معايا طري، ونص معلقة بيكنج باودر. ادي كل المقادير اللي انا محتاجاها. بتعرفي تفصلي البياض عن الصفار؟ مفيش اي مشكلة، هنفصل ده عن ده ونضرب ده 7 دقايق وده 7 دقايق. لو عندك مشكلة في الفصل مش عارفة تفصليهم عن بعض، خلاص مفيش اي مشكلة، احنا هنشتغل بيهم من غير ما نفصل البياض عن الصفار، عشان تبقى كيكة سفنجية سهلة جدا على كل الناس ان هي تقدر تعملها. هعملك الحاجتين، والاسهل بالنسبة لك هو اللي هتعمليه. لسه اللبن معايا، هشتغل طيب في الكفتة على ما اللبن معايا يقوم. هصبع الكفتة وهنشتغل بيها على طول وهننزل بيها. واحنا كده بنكور الكفته مع بعض، هنتكلم بقى ايه ان احنا ندخل ولادنا بدري المطبخ. دي حاجه مهمه جدا،
ما نقولش صغيرين، لا احنا هنبتدي معاهم واحدة واحدة عشان يتعلموا ويعتمدوا على نفسهم ان هم يعملوا كل حاجة. نبتدي بالحاجات البسيطة السهلة، بلاش لما يحاولوا ان هم يخشوا معايا المطبخ ان انا مرضاش ادخلهم. لازم نهتم بالدراسة، بس لازم نسيب جزء كده للمطبخ، لان ده برضو من اهم الحاجات ان ولادنا يتعلموا، سواء بنات او صبيان لازم يخشوا ويشاركوكي في كل حاجة، وهتحسي بالموضوع ده هيفرق معاكي قوي قوي. لا قدر الله حصل لك اي ظرف ايا كان، هتبصي تلاقي ولادك هم اللي شايلينك وهم اللي بيعملوا كل حاجة، وفي نفس الوقت هم بينفعوا نفسيهم قبل ما ينفعوكي. المطبخ ده مدرسة كبيرة، كل ما تتعلمي فيه حاجة تكوني حابة ان انتي تتعلمي حاجة تانية وتالتة. استاذة هالة، الو. الو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا استاذة هالة؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. وانا والله نورتيني. عايزة اعرف طريقة البسبوسة والجلاش. طريقة البسبوسة والايه؟ والجلاش. حاضر، النهاردة يوم الحلويات العالمي. حاضر من عينيا، انا هعمل لكم حلقه للحلويات بس عشان حبايبنا اللي بيطلبوها. البسبوسه يا استاذه هاله اتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت، والنهارده عدتها، وعشان خاطر عيونك هعيدها تاني واعملها لكم تاني وتالت. البسبوسه من اسهل الحاجات، اكتبي ورايا يا استاذه هاله: 600 جرام دقيق سميد، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع سكر، كوباية لربع لبن، ومدوبة فيهم معلقة عسل. بس كده كل المكونات هتتجانس مع بعض، مش هأخلطها. معنا أستاذة نصرة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ منورة الشاشة والله. ربنا يخليك يا رب، ده انت اللي منوراني. ربنا يخليك، ربنا يحسن مد ايدك يا رب على طول. امين يا رب، ربنا يخليك، ما تحرمش من ذوقك العالي. واموريني لو سمحتي، عايزه بس اسالك، انا عندي كيلو دقيق سميد، عايزه اعمل بسبوسه، بس هو كيلو، عايزه مقادير الكيلو. عايزه مقادير الكيلو؟ حاضر، اقول لحضرتك من عينيا مقادير الكيلو. بصي يا استاذه هاله، الكيلو دون لو انت عملتيه بالمج العادي بتاعك دلوقتي هيطلع بالظبط 5 كوبايات ونص او 6 كوبايات، ماشي؟ هتحطي عليهم بقى، احنا هنزود، احنا كنا بنقول كيلو 600 جرام دقيق سميد بنحط عليهم 600، لا احنا هنزود بقى، فهنقول هنحط عليهم كوباية وربع سمنة بدل كوباية لربع، لا هتبقى كل حاجة كوباية وربع، ودي مقادير مظبوطة جدا للكيلو دقيق السميد. هتحطي على الكيلو كوباية وربع لبن، وكوباية وربع سكر، وكوباية وربع سمنة، وهتدوبي معلقتين عسل في كوباية في اللبن اللي موجود عند حضرتك. معلقتين العسل دول بيفرقوا في الطعم جامد جدا جدا. والمكونات كلها بتخلطيها مع بعض خليط، بس الحاجات تخش جوه بعض، ما تعجنيش فيها عشان ما تطلعش ناشفة منك ولا تشقق منك. وبتدخليها الفرن، اول ما الحروف تحمر بتولع عليها الشواية دقيقتين، بتطلع بتديها السيرب السخن على طول، واول ما تشربه يبقى كده البسبوسة بتاعتك ان شاء الله ناجحة، وربنا يحسن ما بين ايديكي وتطلع زي الفل وصحتين وهنا. زي ما انتوا شايفين استاذة هويدة. الو، استاذة هويدة. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ايه عامله يا شيخ؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ كل اكلاتك بتعجبني. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. احلى اكلات. ربنا يخليك، ما تحرمش من ذوقك العالي. انا عايزه كل الحلويات بتاعتك عشان رمضان، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب، وكل امه محمد طيبه. من عينيا الاثنين، اعملك كل الحلويات، وازاي نخزن السيرب مع بعض، كل حاجه ان شاء الله هنعملها سوا هنا من مطبخ على الهوا ان شاء الله. شرفتيني باتصالك.
زي ما احنا شايفين انا كورت كل الكور معايا بالمنظر ده اهو، مش فكة ولا اي حاجة. هعمل تركية صغيرة قبل ما اوديها على النار. عندي الصينية بتاعتي، امسحها اهو. طيب هو البوتاجاز تقريبا مطفي. عندي الصينية بتاعتي، اخليها تسخن كويس قوي على ما اعفر الحاجة بتاعتي بالدقيق. زي ما انت شايفة كده اهي، بعفرها بالدقيق بس اهي بمنتهى السهولة وبالراحة خالص، انا ما بضغطش عليها. البوتاجاز مطفي. معانا نور. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليكي، وانا كمان بحبك قوي. ممكن نعرف طريقه المقلوبه باللحمه؟ المقلوبه باللحمه. حاضر. ايه بقى اصحاب المزاج بقى من عينيا. حاضر، عاملها لك. هقول لك على مقاديرها واعملها لك ان شاء الله. شرفتيني باتصالك. زي ما انتوا شايفين انا اهو بعملها كويس كده بالدقيق كلها، مش بضغط عليها عشان ما تتبططش وتاخد تفضل على نفس الشكل اللي هي فيه. يا جماعة البوتاجاز هنفضل اعمل كده بالدقيق كلها لما اطمن ان هي كلها اتعملت معايا. والفرن من فضلك. والفرن من فضلك. لسه مستمرين بعمل الكفتة اهو، مستنية بس تسخن. استاذة نصرة. الو. ايوه فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اموريني. معلش انا لسه اسأل حضرتك على البسبوس. انا عندي زبادي وعايز اسالك على السيرب بتاعها، احط لها قد ايه زبادي واحط لها سيرب قد ايه؟ الكميه اللي هي الكيلو اللي حضرتك لسه مكلماني. ايوه حاضر، من عناية الاثنين. شرفتيني باتصالك يا استاذه نصره. هقول لك يا استاذه نصره قد ايه السيرب بتاع الكيلو. هحط بالظبط 3 كوبايات سكر عليهم كوبايتين ونص مية، وبسيبهم يغلوا 10 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، 10 دقايق. وبعد كده بتعصري عليهم عصرة ليمونة، عصرة ليمونة، وبتستني 10 دقايق لما يغلوا مع بعض. بتحطي عليهم فانيليا لو انت عايزة، مش عايزة بتحطي هقولك ايه، ممكن مية ورد، مية زهر، بس هي الفانيليا بتدي نفس التست اللي انت محتاجاه.
والزبادي لو عايزه تشتغلي بيه بيحل نفس محل اللبن، بس انا كنت بقول ان احنا نقدر نشتغل بكل المكونات اللي موجوده عندنا في البيت لو احنا مش عايزين نكلف نفسنا. فانا عشان كده قلت نشتغل باللبن وبتطلع ناجحه، بس في نفس الوقت نقدر كمان ان احنا نشتغل بالزبادي، مفيش ادنى مشكله. كيلو دي بتاعك هياخد 3 زبادي، 3 علب زبادي، هياخد 3 علب زبادي الكيلو بتاع البسبوسه اللي انت لسه مكلماني عليها حالا دلوقتي. يبقى الكيلو هياخد 3 علب زبادي من اللي هو الحجم الصغير، ولو الحجم الكبير هي علبه واحده بس. انا نزلت هنا بالزبده وهحط معايا شويه لبن وابتدي انزل الكفته بتاعتنا. وابص كده على الفرن بتاعتي ايه اخبارها. تمام، مش هفتح عليها الا لما احس ان هي خلاص خدت الوقت. معانا استاذه حنين. الو. الو، اهلا وسهلا. عايزه اعرف طريقه السمان. طريقه السمان؟ حاضر، شكرا يا استاذه حنين، نورتيني باتصالك. بسرعه هننزل بالكفته بتاعتنا واشوف اللبن اخباره لسه. هشوف كده، هنزل بواحده اعمل لها تيست. لا لسه ما سخنش معايا كويس الدرجه اللي انا عايزاها، هسيبها شويه. هقول لاستاذه حنين على السمان. بصي يا استاذه حنين، حضرتك عايزاه مشوي او هنتعامل معاه زي الحمام بالظبط، هنحشيه نفس حشو الحمام سواء رز او فريك. بصلايه واشوحها وبنزل عليها برز وكوبايه رز على بصلايه صغيره. كوبايه رز على بصلايه صغيره وبنزل عليها. هكمل لحضرتك بس اخد اتصال استاذه روان. الو. الو، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اموريني. ممكن اعرف طريقه الطرب؟ طريقه ايه؟ الطرب. الطرب مش سامعاها خالص. مش سامعه حضرتك يا استاذه حنين. عصير التمر. ما تستعجليش يا حنين، ده احنا هنعمل هنا التمر وجميع المشروبات عشان رمضان. كل سنه وانت طيبه واسرتك الكريمه طيبه وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. لقيت الزيت لسه، قلت اتسلى اعمل بصلاية كده ولا حاجة او خلاص. هنزل بيها كلها ومش هقلبها الا لما اتاكد ان الوش اللي تحت خلاص خد لون، وبعد كده هقلبها واتعامل معاها بمنتهى السهوله. كفته داوود بواشا من احلى الحاجات، لذيذه قوي قوي وسهله جدا ومبتاخدش اي وقت. وانا شغاله هبص على اللبن اهو ابتدى
الحمد لله اهو. على ما الكفته بتاعتي تاخد اللون بتاعها هشتغل في الرز بلبن زي ما احنا اتفقنا مع بعض. احنا بنشتغل في كذا حاجه مع بعض، ما بنشتغلش في حاجه واحده. اللبن بتاعه اهو زي ما قلتلك دي نص كوبايه رز او كوبايه الا ربع رز على كيلو اللبن بتاعي، واديتها نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه وسبتها ان هي تشربها. هي مش مستويه، هي لسه داخله على السوا وهتكمله في اللبن عندي هنا. ام جودي الو. الو معلش انا اسفه بس انا جيت متاخره، ممكن تقولي طريقه البسبوسه بس العلبه العاديه اللي هي الاكياس دي؟ الاكياس اه حاضر هقولك عليها الاكياس. بس انا بنصحك ان احنا نشتغل بالدقيق السميد السايب، اسهل بكتير، لان ساعات دقيق السميد اللي انت بتجيبيه بيكون عليه نشا وعليه سكر وعليه حاجات، فبتحس ان الموضوع زود معاكي. بس من عينيا حاضر هقولك على مقاديرها. بالراحه كده بقلب الكفته بتاعتي اشوف خدت لون، بقلبها على الوش التاني. اهو كده. لو عندك كيس البسبوسه بتحطي عليه كوبايه زبادي، مش لبن بقى، هنحط كوبايه زبادي، وهتحطي نص كوبايه سمنه او زبده زي ما انت حابه وبس كده. وهي بيبقى فيها السكر بتاعها، ولو انت بتحبي الحاجه مسكره اكتر بتحطي نص كوبايه سكر، وبتقلبيهم كويس مع بعض وما تخلطيش قوي. لا هي بتجنسي الحاجات مع بعض وبتدخليها الفرن على طول في صينيه بتكون مدهونه. الصينيه اهم حاجه بتكون مدهونه زبده وطحينه. الرز هنا اهو هياخد غلوه واحده وهنزل بالسكر، لان الرز معايا هنا تلات ارباع سوا فهيكمل بسرعه ان شاء الله هنا معايا. التحليه حسب حضرتك، انا بحط 5 معالق سكر على الكيلو، وزي ما قلت لحضرتك التحليه دي حسب انت ما بتحبيه مسكر قوي ولا. استاذه ندى الو. ايوه السلام عليكم. اموريني بعد اذنك كنت عايزه حضرتك تقولي لي مدير مسكر قديه البسيطه دايما بتبوظ معايا. مش سامعاها. الكيكه القديمه بتاعتي. حاضر من عينيا. حاضر يا استاذه ندى، نورتيني باتصالك. معلش اعذريني بس ايه ابص على الكفته بتاعتي كده عشان ايه كلها تاخد نفس اللون عشان ما تفكش في الصلصه، وهجاوب على كل الاسئله. ولو ما قدرتش اجاوب الحلقه دي ان شاء الله اكمل في الحلقه اللي جايه واعمل لكم كل طلباتكم على الهوا. اهو لسه طريه. وافتح الفرن بقى ابص على الصينيه بتاعتي كده عامله ايه واخبارها ايه. استاذه روان الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. الحمد لله يا منفعه. اهلا وسهلا نورتيني. تأمري بشي يا استاذه روان؟ ممكن اعرف طريقه الطرب اللي باللحمه؟ الطرب حاضر اقول لحضرتك. حاضر. لو انتوا شايفين معايا ورقه اللحمه اهي انا فتحت عليها، بصوا اهي البطاطس اهي مستويه
الخضار بتاعي مستوي اهو. ابتدي اعمل كده، انزل اللحمه تحت شويه، واللحمه بتاعتي كمان اهي خلاص ناقص لها تركايه. هفتح الورقه وهسيبها عشان تاخد اللون معايا. بسم الله. وابص على اللحمه بتاعتي، وكمان ابص على الرز بتاعي اهو، لقيته خلاص بيغلي او داخل على الغليان. زي ما قلتلك السر بتاع الرز بلبن بتاع المحلات برا، احسن محلات هي الكريم شانتي، سواء كيس او سايب، هو 3 معالق كريم شانتي بتحطيهم على الكيلو، وحطيت كمان الفانيليا معاهم وهقلبهم كويس. ممكن نجيبه هنا قدامي وادخل الصينيه. اهو هفضل اقلب فيه كويس عشان الرز بلبن من الحاجات اللي بتتسع بسرعه ومن اسهل الحاجات اللي بتتعمل هو الرز بلبن. وعملته عشان حبيبه قلبي الطفله الصغننه هلا اللي اتصلت وقالت انا بحب الرز بلبن وعايزه طريقته. وابص على الكفته كمان، خلاص هي قربت تاخد اللون اللي انا عايزاه، وانزل عليها بالطماطم بتاعتي. والطماطم برضو حسب الرغبة، انت بتحب الصلصة كتير في الحاجة ولا قليلة. اهو كده الرز معانا خلاص اهو. معايا بقى النشا بتاعتي، هاخد النشا هدورها في شوية مية. بسم الله. النشا هدوبها في الميه وانزل بيها بالراحه لحد ما اشوف القوام اللي انا عايزاه للرز بلبن بتاعي. وخلي بالك ان هو النشا اللي فيه والكريم شانتيه بيديله اصلا قوام تقيل، لو انتوا بصيتوا اللبن تقل معانا شويه مش زي اول ما حطيته. خلاص هدوبه كده في شويه ميه. ميه ساقعه مش سخن عشان ما يكلكعش معاكي. واسمي الرحمن وانزل بسم الله، وهقلب لما اشوف. بصي اول ما نزلت بالنشا تقل، هبص بصه سريعه هنا. اهي الكفته معانا كده تمام، بوسع في النص. بصي مش هاخد بصل، لا انا هاخد كده كده خلاص، مش عايزه تاني، انا عايزه بس تاخد طعم البصلايه لان انا عايزه احس بطعم اللحمه مش بطعم البصل والثوم. بشوحهم كده تشويحه صغيره، وابص على الرز بلبن بتاعي اهو، خلاص القوام جميل جدا.
مش هحتاج كمان شويه النشا دول، لانه هو هيقعد هيجمد تاني او هيتقل تاني. الطماطم زي ما قلت لحضرتك عايزه طماطم كتير قليله، دي حاجه ترجع لك انت. كده هقلب بقى كل الكفته اهي وانا مطمنه خالص كده مع البصلايه بتاعتي والتوميه بتاعتي اهي. والله يا ريتكم معايا الريحه بتاعتها جامده جدا. بألف هنا وشفا، ويلا قومي جربيها، سهله وبسيطه خالص خالص، وتقدري تعملي كذا حاجه في وقت واحد. هسمي الرحمن وهنزل عليها بالطماطم بتاعتي، طماطم مضروبه في الخلاط ومعصوره بس، مفيش اكتر من كده، نصفيها اهم حاجه. واسمي الرحمن كفايه كده، بص بالظبط غلوه واحده وهطفي عليها. الرز بتاعي اهو مش ناسياه اهو، لو حاسه ان هو خفيف شويه اهي بعرف من المعلقه بتاعتي، هعلمك حركه لو عملت كده وما رجعتش تاني لبعضها يبقى كده القوام بتاعي مظبوط، لو عملت ورجعت يبقى كده لسه الرز اللبن بتاعي ما استواش او مش جاهز. كده هو تمام، هاخده بقى بره كده النار وابتدي ان انا احطه في الاطباق بتاعتي. بسم الله. ممكن اغطي الصينيه بتاعتي عشان تغلي بسرعه، وممكن تدخليها الفرن لو عندك وقت اكتر. انا هنا عشان مستعجله هقسمها بسرعه عشان تغلي بسرعه، نحطها مع بعض ونقدمها. لو انت عايزه تدخليها الفرن تدخليها تاخد وش، بس هي عامه كده هتبقى جميله قوي. يلا بينا. بسم الله. احلى شويه رز بلبن من برنامج على الهوا، مطبخ على الهوا معاكي اهو. هقول لك الرز بلبن مقاديره تاني، كيلو اللبن عليه نص كوبايه رز او كوبايه الا ربع، واللبن انا بحب اشتغل بيه ما يكونش خالي الدسم، لا انا بحب في الرز بلبن بالذات يكون كامل الدسم. يبقى كيلو اللبن عليه كوبايه رز، والسكر حسب التحليه بتاعتك، انا بحب احط بس ما بحبوش مسكر قوي، او احنا عيلتي ما بتحبوش مسكر قوي، فما احط 5 معالق سكر على كيلو اللبن. احلى شويه رز بلبن لحبيبه قلبي مشاهده البرنامج هلا. ونطلع ورقه اللحمه بتاعتنا، بسم الله. اهي جاهزه معايا. بص احنا ما حطيناش ميه، بص الميه اللي تحت دي اهي، ده الخضار اللي منزلها. بتقدميها مع رز ابيض، بتقدميها مع عيش اللي انت عايزاه، مع مكرونه، رز بشعريه، حسب ما انت عايزه. ريحتها والله يا جماعه في منتهى الجمال. معلش اعذروني سخنه جدا.
خلاص كده انا خلصت معايا ورقة اللحمة وخلصت الرز بلبن، وهجيب كمان دلوقتي اوريكي كفتة داوود باشا. ويبقى كده خلصت حلقة، ويبقى كده خلصنا الحلقة بتاعتنا، ويا رب تكون حلقة خفيفة عليكم ان شاء الله. خلاص ادي ورقة اللحمة معانا النهاردة. نبص كمان على الكفته، خلاص كده اهي زي ما انت شايفه، ناقص لها تركايه صغيره. يا رب تكون الحلقه بتاعتي النهارده عجبتك وخفيفه على قلبك، واكون قدرت افيدك ولو اي حاجه بسيطه. وان شاء الله مستنيه بقى تعليقاتكم واسئلتكم، وكل اللي ليه طلب عندي ان شاء الله هعمله له على الهوا. شكرا ليكم، واشوف في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج مطبخ على الهوا. والسلام عليكم.